هو الايفنت ده لينا كلنا الحقيقه، ايفنت يعني ده احسن يوم في تاريخ مصر المعاصر يعني، فاحنا كلنا بنحتفل بيه. فبالتالي لجنه الطفل فكرت ان هي تعمل حاجه للاطفال بالمناسبه دي، والنهارده هنعمل كرافت شكل طياره حربيه للاطفال وان شاء الله ينبسطوا بيها. هو في قبل ما يعملوا الكرافت الطياره بيعملوا بنعرض بلاي صغيره، مسرحيه صغيره من شخصيات الحيوانات اللي بيحبوها الاطفال، بتعرض نبذه عن الضربه الجويه وخط بارليف وازاي قدرنا بشويه خراطيم ميه ان احنا نعبر خط بارليف اللي هو قاله حصن لا يعبر يعني، ووصلناه للأطفال كلهم ما شاء الله. أولا كلهم عارفين القصة بتاعت أكتوبر وعارفين إن هي ما بين مين ومين، هي الحاجة الوحيدة اللي ما كانوش عارفينها السنة اللي هي 73، بس إن شاء الله كلهم دلوقتي عرفوا حتى السنة يعني. دايما لجنة الطفل لما بتيجي تفكر في أي إيفنتات بتاعتها بتشوف المناسبات اللي ممكن تأثر في الطفل وفي الفكر ووعيه، لأن ده من ضمن الأهداف بتاعتنا اللي إحنا دايما بنبقى حريصين عليها، إن إحنا بننمي وعي الطفل وبننمي مهاراته. فطبعا كان حرب اكتوبر ما ينفعش ان احنا نعديه كده بمناسبه نصر مصر في 6 اكتوبر 73، والاطفال دول اكيد ما عاصرهمش ولازم يعرفوا يعني ايه مناسبه كبيره زي دي وليه مصر كلها بتحتفل بالمناسبه دي. حقيقه فكروا الاعضاء اللجنه كلهم ان هم يعملوا ايه في الثلاث فروع، فقالوا دايما ان الحاجه اللي بتبقى ملموسه بالايد والورش الفنيه هي دايما اللي بتوصل المعلومه اكتر للطفل. فكان فكره بقى ان احنا نعمل ورشه فنيه بمناسبه نصر اكتوبر، ان احنا نعمل طيارات ونعمل مسرحيه، من خلال المسرحية هنعرف ننمي الوعي بفكرة الحرب، فكرة النصر وفكرة نصر مصر وكده. والفكرة التانية ان احنا بنعمل طيارة، لان كان كطيارة ده رمز للحرب ورمز للنصر، وهيبدأ من خلالها الطفل ياخدها تبقى ده بالنسبة له ذكرى. يبقى احنا هنا نمينا الفكرة والوعي والمهارة، وفي نفس الوقت عملنا الوطنية من خلال انتمائه ليها من خلال الطيارة اللي ياخدها ويروح بيها البيت. هي الفكرة يعني إن إحنا دول أطفال صغيرين فلازم يعرفوا تاريخ بلدنا، والمفروض إن هم يبقوا عارفين إيه هي الانتصارات اللي حققتها مصر. فجت الفكرة من إحنا نعمل ورشة صغيرة جدا عن الطائرات الحربية، وقبل ما نشتغل معاهم الطائرات الحربية ويلونوها ويبقوا يعني تبقى مجسمات في إيديهم، طب الطائرات دي عملت إيه؟ فإحنا عملنا مسرحية صغيرة جدا بتعرفهم ازاي كان في خط بارليف وازاي عبرنا والطيارات دي كان ايه دورها والجيش المصري عمل ايه وايه دوره في ان هو يهزم الجيش الاسرائيلي. وبدانا بعديها ان احنا بقى نشتغل الورشه، فكانت حاجات صغيره ومجسمات عشان تقدر نوصل لهم المعلومه بيها. طبعا اي حاجه الطفل بيمسكها بيشتغل بيها في ايديه بتكون فكره المعلومه بتوصل له بسرعه، فهو ان هو يشتغل بايديه ويلون ويكون حاجه هو عملها بنفسه فالفكره بتوصل لهم بسرعه، فهم مبسوطين جدا.